سافير. أهلا بكم جميعا النهاردة معانا في الويبينار الخاص بمبادرة بنات مصر الرقمية. احنا سعداء جدا الحقيقة ان احنا النهاردة بنتقابل مع الطلبة والطالبات من جميع أنحاء الجمهورية علشان نرد على استفساراتهم بخصوص مبادرة بنات مصر الرقمية. أنا دكتورة هدى بركة، أنا أستاذ في كلية الهندسة جامعة القاهرة ومستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية. يمكن قبل ما أبتدي في الأسئلة يعني هبتدي كده شوية أشرح لكم إيه معنى مبادرة بنات مصر الرقمية، إيه أهدافها، ليه احنا مهتمين بيها، ليه الدوله مدياها الاولويه الكبيره في برامج التدريب اللي احنا بنقوم بيها في وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يمكن احنا جميعا عارفين ان بناء الانسان المصري هو احد الاولويات واحد المسارات الرئيسيه في استراتيجيه مصر 2030. ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحقيقة بتعول كثيرا على هذا المسار، وبالتالي هنلاقي ان في برامج تدريبية كثيرة بتقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويمكن حضراتكم برضو يعني عارفين عن هذه المبادرات. احنا طبعا في عندنا عدة جهات بتقدم برامج تدريبية، منها معهد تكنولوجيا المعلومات او دائما المشهور بالاي تي اي، وعندنا المعهد القومي للاتصالات او الـ NTI، وعندنا ايضا مركز الابداع اللي هو تيك. يمكن برضو مهم جدا ان احنا نبقى واخدين بالنا من ان مبادره بنات مصر الرقميه هي مبادره فريده من نوعها داخل هذه المبادرات. ليه هذا الكلام؟ لانه هذه المبادره بتقدم نوع مختلف من مش هقدر اقول انه نوع مختلف من التدريب، انما هو مزيج من التدريب والتعليم. ده بيشمل يعني منحة متكاملة. المنحة دي فيها مسارات مختلفة. المسار الاول بيعتمد على اللغة الانجليزية، بحيث ان احنا بنقدم مستويات مختلفة من اللغة الانجليزية للطلبة المتقدمين للمنحة، وده بيتم مع شركة بيرلتس العالمية. طبعا الطلبه بتدخل الاول بيتعمل لها نوع من البليسمنت تيست علشان نعرف المستوى الخاص بيها، وبعد كده بيتم تقديم 4 مستويات من بيرلتس لكل طالب بحيث انه يوصل على الاقل الى ليفل 8 او ليفل 9، وفي بعض الطلبه الحقيقه في الدفعات السابقه وصل حتى لليفل 10. المكون الثاني للمبادرة هو مكون الخاص بالمهارات القيادية، وده بيتم مع ديل كارنيجي العالمية واللي هي متخصصة في تنمية المهارات القيادية، leadership ونيجوشيشن الانتربرينورشيب، يعني في مجموعة من البرامج احنا بنديها بحيث انه تثقل المهارات الأكاديمية والمهارات الفنية، بحيث ان الطالب يطلع من هذه المبادرة وهو مكتمل الأركان. الجزء الثالث الخاص جدا برضو بالمبادرة هو جزء فني، وده بيتم مع شركائنا في الصناعة الشركات المالتي ناشونالز، وبيعتمد على المسار اللي الطالب بيدخل فيه بحيث انه بيقدر ان هو على الاقل يجتاز شهادتين مع احد الشركات العالمية او مع شركتين عالميتين حسب ما هو هيتم توفيره من خلال المسار اللي هو متقدم ليه. المكون الأخير وهو المكون الهام جدا في هذه المبادرة والتي يعني بالفعل يميزها، وهي الماجستير المهني كدرجة أكاديمية بتقدم من أحد الجامعات الدولية، وده يمكن ما يميز جدا هذه المبادرة واللي هو مش موجود في البرامج التدريبية الأخرى اللي موجودة معانا أو التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
احنا يمكن بدأنا بالفعل في سبتمبر 2020. اول دفعة كانت معانا دخلت في 3 مسارات: مسار الامن السيبراني، مسار الذكاء الاصطناعي والديتا ساينس، والمسار الثالث هو الاي او تي اند روبوتكس. وكان ده بالتعاون او شراكه مع جامعه اوتوا الكنديه، University of Ottawa. بدأنا ايضا كوهورت نمبر 2، وده برضو مع University of Ottawa في مجال الاي اي اند داتا ساينس. احنا حاليا فاتحين باب التسجيل زي ما حضراتكم عارفين، بحيث ان احنا نبدا التسجيل للكوهورت الثالث، وهناخد مسار الخاص بالديجيتال ارتس او الفنون الرقميه، والمسار الثاني اللي هو خاص بالبزنس اناليتكس او التكنولوجيا الماليه او اللي هو الفينتك. طبعا الجزء المهم جدا ان احنا نبقى عارفينه انه المسار الفينتك او البيزنس اناليتكس ده يعني بيكلم كليات مختلفه عن كليات الهندسه وحاسبات ومعلومات، وبالتالي بقى في عندنا كليات الاقتصاد ممكن انها تقدم، ممكن عندنا برضو اداره الاعمال ممكن انها تتقدم لهذا المسار، بالاضافه برضو الى ممكن حاسبات ومعلومات انها تتقدم لهذا المسار. كليات علوم ممكن كمان انها تتقدم لهذا المسار، بحيث انها يعني هتاخد مزيج من الجزء البيزنس زائد الجزء اللي هو خاص بالديتا ساينس. المسار الثاني اللي برضو اضافه في الكوهورت ده هو مسار الفنون الرقميه، وهنا بنستهدف من خلاله كليات زي كليات فنون تطبيقية أو فنون جميلة أو حتى urban planning. يمكن هو أكتر ناحية الفنون الرقمية، أكتر ناحية الحتة بتاعت الكمبيوتر جرافيكس أو 2D وال 3D modeling، والجزء الخاص بالديجيتال ماركتينج، أكثر من الحتة بتاعت الفنون المعمارية. في حالة الفنون المعمارية يمكن إحنا لسه حالياً بنتحاول إن إحنا يعني نشوف جامعات متخصصة في الديجيتال أركيتكتشر، بحيث إن إحنا نقدر برضو ينضم إلينا عمارة و أربن بلانينج، التخطيط العمراني. إحنا عندنا يعني هدف أساسي من هذه المبادرة، والهدف هو إن إحنا نقدر بالفعل ان احنا نجهز ونعد كوادر متفردة ومتميزة من شبابنا الواعدين، بحيث انهم يقدروا بالفعل يلاقوا فرص عمل متميزة سواء في مصر داخل مصر او في خارج مصر، حتى في السوق الاقليمي او في السوق العالمي. ده الاوبجكتيف الرئيسي من هذه المبادرة. في أسئلة كتير حول طيب هل أنا لو أنا أخدت هذه المبادرة هل أنا مضطر أن أنا أكون متواجد داخل مصر؟ لا، أنت مش مضطر خالص أنك تكون متواجد داخل مصر، إنما إحنا طبعا يسعدنا أنك أنت تكون بتبني معانا في مصر الرقمية، إنما أيضا إذا كان هناك فرص عمل في الدول العربية أو في الدول الأوروبية طبعا ده برضو شيء يعني يسعدنا، ونفخر بأن أولادنا سفراء لينا حول العالم. فبرضو هنرجع مرة تانية، هدفنا الرئيسي هو حضراتكم، هو ان احنا بالفعل نميزكم عن الشباب في دول اخرى، بحيث انه يبقى احنا لينا فرصة كبيرة في الأسواق المختلفة، وهي يعني دايما زي ما الشعار بيقول هي يعني فرصة فريدة، فرصة تميزك، وهي في الأول وفي الآخر للشباب. طيب أنا هدخل دلوقتي في الأسئلة المختلفة اللي جات لنا، بحيث ان نقدر نحاول نرد على معظم الأسئلة الأكثر شيوعا من حضراتكم. هل المنحة أونلاين ولا يجب التواجد في مقر المبادرة؟ طبعا برضو علشان حضراتكم تبقوا عارفين، المنحة بتستلزم التفرغ الكامل، هي منحة لمدة عام كامل، العام دوت بيبدأ بـ3 شهور،
الثلاث شهور دي بنقدر فيها ان احنا ناخد الحاجات الفاونديشن الاساسيه، يعني الانجليزي اهم ما يميز برنامج المهارات القياديه والجزء الخاص بالصناعه. طيب ليه بنعمل الثلاث شهور الاولانيين دول قبل ما ندخل الجامعه؟ بنعملها لانه الدراسه في الجامعه هي دراسه يعني بتبقى جامده جدا ومحتاجه تفرغ كبير جدا من حضراتكم، فالثلاث شهور دول يبقوا نوع من التعود كده على الريتم الجديد، على اساس ان احنا ندخل الجامعه جاهزين على نوعيه الجهد اللي احنا محتاجينه. حاجة تانية ان الجزء الخاص بالصناعة مهم جدا جدا في انه احنا بنتعلم مهارات ليها علاقة ببرامج وتطبيقات وباكيجز، بتخلينا ايضا واحنا في شغلنا مع الجامعة نكون على اتم استعداد بحيث انه ما يبقاش في فجوة بين اللي الجامعة بتقدمه وما بين المهارات اللي احنا محتاجينها من ناحية الفنية. بعد كده بيبقى عندي الدراسة اللي هي داخل الجامعة، فدي بتبقى 3 سيمستر 9 شهور تقريبا، ودايما بيبقى في مشروع للتخرج هيكون موجود، وطبعا هيتم بالتنسيق مع الجامعة اختيار المشروع والموافقة عليه، وده دايما بيتطلب وجود شريك من الصناعة علشان يكون فكرتنا في هذا المشروع هي فكرة تطبيقية واقعية وليست انها مجرد فكرة وخلاص. طيب ماذا يستلزم ذلك؟ يستلزم ذلك وجودنا في مقر المبادرة. أين هو مقر المبادرة؟ مقر المبادرة في الزمالك في مركز شباب الجزيرة ومركز التعليم المدني. المركزين دول بيبقى فيهم القاعات الدراسة وقاعات المعامل، بحيث انه حضراتكم هيكون على حسب الجامعة اللي حضرتك هتكون فيها مسجل، يا اما ان المحاضرات هتكون في الصباح يا اما المحاضرات هتكون بعد الظهر. يعني في حالة ان الجامعة مثلا في كندا او الجامعة في امريكا، محاضراتك مع الجامعة هتكون بعد الظهر، وبالتالي في الصباح هيكون عندك الجزء الخاص بالتوتوريالز او باللابس المعامل او بالسكشنز اللي هي هتكون متواجدة لحضرتك. لو حضرتك مثلا مع جامعة زي ماليزيا، يبقى في الحالة دي التوقيت هيكون مختلف طبقا للمواعيد مع الجامعة، وبالتالي هيكون في هذا التوقيت عندك المحاضرات بتقدم أونلاين من الجامعة، لكن حضرتك متواجد داخل المعمل وبتسمع هذه المحاضرات في مقر المبادرة، وبعد كده مواعيد السكاشن والمعامل هتكون بالتنسيق مع الجامعة بره. ده شيء أساسي بالنسبة. معلش نكمل، انا بس عايزة تمام علشان اقدر اخد الدرجة دي من الجامعة الدولية. دي مش درجة ماجستير اونلاين، ودي نقطة مهمة جدا وفارقة في الموضوع، لان الدرجة هي درجة ماجستير مهني زي الماجستير المهني اللي انت هتاخده لو انت بالفعل موجود في هذه الدولة، سواء في كندا او في ماليزيا او في ايرلندا او في امريكا او كده، وبالتالي لابد من ان احنا نستوفي شروط اللي هي الخاصة بالتواجد، تمام؟ علشان ما تبقى اسمها مش اونلاين ديجري لكن
it's a physical face-to-face degree. فبالتالي الجامعات بره بتستلزم ان احنا يكون على الاقل 80% من الوقت بتاعنا متواجدين وايه موجودين في مقر الكامبس. تمام. يمكن الاستثناء اللي احنا عملناه هو انه المقر ده يكون في مصر وليس في الجامعه ايه الجامعه الدوليه. فبالتالي هل يجب التواجد؟ نعم يجب التواجد. هل يجب التفرغ؟ نعم يجب التفرغ. ما ينفعش هي اللي بتتكفل بجميع المصاريف، بتتكفل بمصاريف الجامعة، بتتكفل بمصاريف ثلاث برامج الأخرى من اللغة الإنجليزية ومهارات والصناعة الشهادات الصناعية، وبتتكفل أيضا بتكلفة الاختبارات للشهادات الصناعية، وأيضا في بعض الحالات بتتكفل بالإقامة، وده لطالبة أولادنا اللي جايين من المحافظات المختلفة. ما هي مدة الدراسة؟ زي ما قلت سنة. بتبدأ إمتى؟ بتبدأ حسب الجامعة اللي أنت مقدم فيها. بعض الجامعات هتبدأ في يناير وبعض الجامعات هتبدأ في مايو. آخر ميعاد للتسجيل هو 15/9. وطبعا احنا فاهمين كويس جدا ان احنا عندنا مشكله في الترانسكريبت، ان هو لسه مش جاهز. انا برضو بوصيكوا ان انتوا تقدموا تمام، واذا تقدر انك انت تجيب الترانسكريبت بتاعك لغايه نهايه الفصل الدراسي الاول هو ده ترفعه، وبعد كده لما الترانسكريبت بتاعك يطلع تقدر انك انت تستكمل اوراقك. النقطه دي مهمه تانية وانا هعيدها. وانت بتعمل ريجستريشن بتطلب منك كذا حاجه مهمه. اذا كنت من الذكور فيبقى احنا عايزين موقفك من التجنيد تمام، افاده او اعفاء، او انك انت تقدم ما يفيد انك انت هتستكمل ورقك بالنسبه للتجنيد، فده اوكي. الحاجه الثانيه شهاده التخرج. يعني شهادة التخرج ممكن انك انت تقدر تطبع الترانسكريبت بتاعك لغاية الفصل الدراسي الاول من اخر سنة، من سنة رابعة، وهو ده اللي انت حضرتك ترفع. النقطة التالتة اللي هي اللغة الانجليزية، لان طبعا دي نقطة مهمة وفارقة في القبول عند الجامعات الدولية. تمام. طيب بعض الكليات وبعض الجامعات هنلاقي في الترانسكريبت بتاعنا ان احنا لغه الدراسه هي لغه انجليزيه، في الحاله دي يبقى ما فيش عندك اي مشكله، لكن هناك بعض الكليات الاخرى لغه الدراسه باللغه العربيه، في الحاله دي اصبح عندنا ايه هنا؟ عندنا ايشو لازم نكمل هذا الموضوع قبل التقدم الى الجامعه، في الحاله دي انا لو انت اوريدي ممتحن تويفل او ايتس يبقى حضرتك هترفعه، او ان احنا في خلال الثلاث شهور الاولى هنمتحن هذا الامتحان لازم، وبالتالي نستكمل ورقنا، وده هيكون شرط القبول في الجامعه، لان الجامعه ما ينفعش ان احنا هنقدم بدون تويفل او ايتس. بعض الجامعات بتقبل بحاجه اسمها ديولينجو لو ما تعرفوهاش، انما طبقا للجامعه هيكون ايه التقدم في موضوع اللغه الانجليزيه. اللي كل الجامعات متفقين عليه هو التويفل والايلتس، ده ليس عليه حرج خلاص، ده في حاله ما تكون الجامعه عندك ما عندهاش ان لغه الدراسه او اسمها الانستراكشن لانجويج از انجلش. فما هي اللغه الرسميه؟ هي طبعا انجليزي، لان يعني مش هنتكلم مع بره بلغه ثانيه غير اللغه الانجليزيه. ده ايضا في ماليزيا بيفترضوا انك انت محتاج عندك ماده للكالتشر الماليزي، او مثلا تدرس لغه ماليزيه، ده في خلال الايه السنه الدراسيه الخاصه بك. ايه الكليات المستهدفه؟ احنا قلنا في طبقا للمسار نفسه في عندك الكليات المختلفه، وده موجود برده على الويب سايت، انما حاسبات ومعلومات وكليات الهندسه، علوم، قسم حاسب آلي، فنون تطبيقيه، فنون جميله، تخطيط عمراني، اقتصاد، تجاره، اداره اعمال، علوم قسم احصاء وحاسب آلي. معايير اختيار الطلبه
طبعا اول حاجه عندنا دي طلبه، يعني المنحه دي للطلبه المصريين، يعني ان تكون مصري الجنسيه ده اكيد. الحاجه الثانيه انه اي جامعه بره لا تقبل بجي بي اي اقل من 3.0 او بتقدير جيد جدا وامتياز. ده نقطه مهمه جدا انه احنا المنحه دي لامتياز جيد جدا. طبعا الاختبارات، هناك بعض الاختبارات احنا بنقوم بيها سواء للغه الانجليزيه، للاتيتيود، الابتيتيود تيست، تكنيكال، طبقا للمسار. فامتياز جميع الاختبارات وامتياز المقابله الشخصيه، واهم من ده كله في الاخر ان احنا نستوفي شروط القبول في الجامعه الدوليه اللي حضرتك هتكون مقدم فيها. هل ينفع الشغل؟ لا، ما ينفعش الشغل. مره ثانيه باكد وبكرر، مش عشان حاجه، لا، لان الدراسه بالفعل هتستلزم وتستوجب انك انت تتفرغ تفرغ لمده عام، بعدها اصبح عندك درجه الماجستير، اصبح عندك درجه وشهادات صناعيه من شركات عالميه، اصبح عندك ايضا شهاده من شركه عالميه في المهارات القياديه واللغه الانجليزيه، ودول الجامعة، يعني غير لما نكون مستكملين ورقنا كامل. لو قدرنا ان احنا دلوقتي نمتحن ونقدم طبعا ده هيكون ايه احسن. هل لو انا متخرج من جامعة خارج جمهورية مصر العربية ينفع اقدم على المنحة؟ في حالة استيفاء طبعا جميع الشروط السابقة الذكر مع باسبورك المصري ممكن تقدم على المنحة. برضو في بعض المشاكل في ان احنا يعني زي ما انا كده اسهل اخش واقدم واعمل ابلكيشن من الموبايل. انا يعني بوصيكم انه الاحسن ان احنا نستعمل جوجل كروم علشان يبقى فيه سهوله في عمليه الايه الابلكيشن. ده يمكن اول جزء من الاسئله اللي هي موجوده يعني معانا وانتم تقدمتوا بيها، بحيث ان احنا اتمنى ان احنا نكون كده اوضحنا ايه الحاجات الاساسيه اللي هي احنا محتاجينها. انا يعني حابه برضو لو حضراتكم عايزين اي اسئله اضافيه ابعتوا لنا برضو على البيج واحنا ايه هنرد على الاسئله. انا ممكن استنى برضو كده 3 دقايق قبل ما ايه ما نبتدي ان احنا نشوف ايه الاسئله بتاعتكم، او لو في اسئله تانية جت هنرد عليها. دكتور هدى، احنا عايزين، كان معانا احمد نادي بيسال هل لازم يكون عندي خبره او خلفيه في التراك اللي هقدم فيه ولا لا؟ طبعا كل جامعه احمد بتعمل ايه؟ بتيجي تقول لنا مثلا انا علشان ادخل اي او تي اند روبوتكس تراك از ان اكزامبل، يعني انا محتاج ان انا اشوف انك انت خدت في الاندر جراديويت كورسز بتاعتك مواد ماثيماتكس، مواد سيجنال بروسيسنج، ماده مثلا كنترول، يعني دول بيعتبروا اساسيين ولازم تكون موجود عندك في الترانسكريبت خلاص. اذروايز الجامعه نفسها بتقول ان هو ما عندوش الفاونديشن المطلوبه. فهل عندك خبره؟ الموضوع ما هوش خبره خالص، الموضوع انه احنا درسنا ايه في الاندر جراديويت بتاعنا كمواد بريكويزيت لدرجه الماجستير. الحته الثانيه اللي هتحتاجها انك تكون عندك التولز. التولز احنا بنعملها في خلال ال3 شهور الاولانيين بحيث ان احنا نبقى ضامنين واحنا داخلين الجامعه ان احنا مستعدين. في سؤال ثاني من عبد الرحمن بيقول تقديري 2.945، هل ينفع اقدم؟ طبعا انا اتمنى كنت اعرف احمد من كليه ايه، او عبد الرحمن من كليه ايه. فإذا كان الترانسكريبت بتاعك مكتوب فيه انك انت حضرتك جيد جدا، او يعني هو مش ممكن تبقى امتياز، لكن لو انت جيد جدا يبقى في الحالة دي حضرتك قدم، لانه برضو الكليات ادارة الاعمال والكليات الفنون الجميلة وكده مختلفة عن الهندسة وعن حاسبات ومعلومات. فحضرتك تقدم اندن
احنا هنشوف اذا كان الجامعه هتوافق على هذا التقدير او لا. طيب معانا سؤال تاني بيقول: هل تنفع المبادرة في فنون تطبيقية قسم ديكور وعمارة؟ قسم ديكور وعمارة يعني فنون تطبيقية، بحيث ان هو ياخد ديجيتال ماركتنج ينفع، ما فيهوش اي مشكلة. ديجيتال ارتس. محمد ناصر بيقول: انا خريج كلية العلوم من ذوي الاحتياجات الخاصة قسم علوم حاسب، هل ينفع اقدم؟ اهلا بيك، حضرتك تقدر تقدم، ما فيش اي مشكلة، از لونج انك انت مستوفي جميع الشروط الاخرى. محمد نبيل بيقول: هل في امل ان الماجستير ينزل اللي هم جايبين جيد ولا لازم جيد جدا؟ الامل عند الجامعات الدوليه، لو الجامعات الدوليه قالت جيد احنا هنقول جيد زيهم بالظبط، حاليا جيد جدا. طيب زياد بيقول: هو معاه تاجيل للجيش لحد ما اخوه يتم 21 سنه، اخوه دلوقتي 18 سنه، هل ينفع يقدم ولا لازم اللي هو الاعفاء بتاعت الجيش؟ هو معاك تأجيل، اوكي ما فيش اي مشكله، ما دام يعني اهم حاجه انك ما تكونش في الجيش، يعني ما دام عندك تأجيل لثلاث سنين يبقى انت هتقدر ان انت تاخد السنه اللي احنا فيها ديت. تمام. في حد بيقول: انا خريج تربيه ينفع اقدم فنون رقميه؟ امل فهمي. امل يعني في الوقت الحالي طبقا للشروط الجامعه مش هينفع للاسف الشديد. طيب في هايدي وكذا حد كمان بيقول: ممكن نتكلم اكتر عن مصارف فنون التكنولوجيا الماليه؟ ممكن جدا. فنون المسار التكنولوجيا الماليه ده فاينانشال تكنولوجي، طبعا ده مسار مهم جدا وأساسي بالنسبة لكل خريجي الكليات الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال. الهدف منه طبعا احنا النهاردة شايفين البنوك وشايفين تطور جامد جدا في هذا المجال على مستوى بس مش في مصر لكن أيضا في العالم، وكل ما استخداماتنا هتكون اكتر الكترونيه هنلاقي حتى انه موضوع الكريبتو كارنسي دوت كمان من احد الحاجات اللي بقت موجوده دلوقتي في مجال البنوك. طيب ده بيستلزم مهارات جديده ما كانتش موجوده عندنا قبل كده لخريج اداره الاعمال او لخريج اقتصاد. تمام. جزء مهم جدا ايضا مثلا حاجه زي بلوك تشين، تمام، ده برضو شيء رئيسي في الحته بتاعه التامين المعاملات المختلفه ازاي ممكن يتم تامينها وما الى ذلك. في جزء ثاني ليه علاقه بالداتا مايننج والداتا ساينس والبزنس اناليتكس، علشان حتى الجزء بتاع الاستثمار ومحافظ الاستثمار واعاده الاستثمار والكلام ده نقدر ان احنا نبني قراراتنا على اساس علمي له علاقه بعلوم البيان. يمكن حاليا الشهاده اللي موجوده اللي هي البيزنس اناليتكس ماشيه اكتر في هذا الدايركشن، علشان كده احنا بنقربها اكتر من كليات الاقتصاد وادارات الاعمال وعلوم قسم احصاء، علشان هتبقى يعني مكمله ليهم في الجزء الخاص بالديتا ساينس والبيزنس اناليتكس. تمام. لو هنمشي اكتر ناحيه الانكريبشن والسكيورتي والبلوك تشين وكده، وده مجال اخر، هيكون اكتر من ناحيه طلبة كمبيوتر ساينس او هندسه. فالجامعه اللي احنا معاها النهارده اللي هي بالفعل احنا شغالين عشان نوقع الاتفاقيه بتاعتها دي University of Science Malaysia، والديجري اللي اوفرد بزنس اناليتكس. تمام. وبالتالي هي مناسبة جدا، يمكن احنا يعني قعدنا ندور عشان نلاقي حاجة مناسبة لكليات خريج كليات الاقتصاد وإدارة الأعمال والتجارة، فبالتالي هو يعتبر أحد روافد التكنولوجيا المالية. تمام. إنما التي تفيد مين؟ تفيد الخريجي اقتصاد وإدارة الأعمال. احمد عرابي بيقول لحضرتك: هل تندرج التجاره تحت مسمى الاقتصاد؟ يعني لو هو تجاره ممكن يقدم؟ يقدم بس يعني طبعا لو تجاره انجليش هيبقى بالنسبه لنا له اولويه. يعني
معانا كمان سارة مجدي بتقول انا فنون تطبيقية قسم تصميم صناعي، ممكن اسجل AI ولا مش ممكن؟ لا صعب جدا يعني، هيبقى الدراسة نفسها بالنسبة لحضرتك هتكون يعني شوية مش سهلة، بالإضافة إن الجامعة نفسها ممكن إن هي زي ما قلت في مواد معينة هم بيطلبوها علشان يقبلوا الترانسكريبت من أساسه، فبالتالي أنا يعني أنصحك وأوجهك إنك أنت تقدمي في ديجيتال آرتس. احمد بيقول بيسال حضرتك، هو التخرج باللغه الانجليزيه الشهاده بتاعته هتطلع بعد شهر، ممكن يقدم دلوقتي ترانسكريبت العربي لغايه ما الانجليزيه؟ ممكن. في حد بيقول ادم بيقول هو عنده 30 وحاجه بسيطه، هل ممكن ومتخرج بامتياز، هل ممكن يقدم ولا ده مش مسموح لو عدى ال 30 بالظبط؟ يعني انا مش متذكره حاليا، احنا بنتكلم بسنوات التخرج، ف مش يعني مش قادر اعرف لو عنده 30 سنه يعني هو يبقى 5 سنين تخرج، اذا السيستم سمح له بان هو يقدم اهلا بيك. طيب في حد تاني بيقول، احمد عزب بيقول هل اقدر اسجل حاليا من غير شهاده التخرج وورق الجيش، اقدر اسلمهم وانا جوه المنحه؟ جوه المنحه طبعا مستحيل، لكن يعني تقدر تقدم وبعد كده قبل المنحه ان شاء الله يكون لازم الشهاده جت والحاجه جت، يعني احنا لسه احنا يعني مش هندخل قبل شهر 10 يعني، او شهر 11 على حسب الجامعه اللي انت هتتقابل فيها، فلازم علشان اساسا تقبل يكون في شهاده. معانا هدى دفراوي بتسال حضرتك، هل في امتحانات للقبول في تخصص الديجيتال ارت؟ ان شاء الله في امتحانات للقبول في جميع التخصصات. طيب في عبد الواتي بيقول هو جايب جي بي اي اقل من 3 بس طبقا للجريدنج سيستم بتاعت الكليه بتاعته هو مكافئ لجيد جدا، ينفع يقدم؟ حضرتك قدم ما دام الشهاده مكتوب فيها جيد جدا، في حاله ما الشهاده مكتوب فيها جيد جدا فاحنا بننظر في الشهاده وبعد كده بنشوف طبقا مع الجامعه ايه اللي هيتم. ايه المجالات المتاحه بالظبط لخريجين كليه العلوم؟ ايه من محمد بتسال. ايه بصي دلوقتي يعني كلمه العلوم دي كلمه واسعه، لازم نعرف بالظبط القسم اللي حضرتك منه، يعني لو قسم حاسب آلي ممكن، لو قسم احصاء ممكن. ساندي بتسال حضرتك، هو ليه الكول سنتر بيقول ان احنا مش بنقبل خريج المعاهد الهندسه العليا 5 سنوات مع ان شهادتهم معتمده مكتوب فيها حرفيا معادله لما تمنحه الجامعات المصريه طبقا للقانون معتمده من الاجلس الاعلى للجامعات؟ الكول سنتر بيقول كده، لا يعني هنخلي الكول سنتر يقول حاجه تانيه، اهلا بيكم يعني، بس هو برضو في الاول وفي الاخر لازم نبقى عارفين انه احنا بندخل في معايير جامده جدا مع الجامعات الدوليه، يعني حتى الجامعات نفسها وليس المعاهد بيعملوا لهم نوع من التصنيف ورانكينج، بحيث ان هم بيقولوا بعض الجامعات هينفع ان هم يقبلوا منها وبعض الجامعات لا يقبلوا منها. طبعا زي ما احنا عارفين ان الجامعات بره يعني عارفين الجامعات المصريه وطلبتنا الحقيقه الحمد لله يعني احسن سفراء لينا عندهم، وبالتالي هم بيعتمدوا على هذه الجزئيه في تصنيفهم مع طبعا التقارير اللي هي بتبقى منشوره ومعروفه عن ترتيب الجامعات، فبالتالي يعني كمبادره احنا ما عندناش مشكله خالص ان المعاهد تقدم، انما في الاول وفي الاخر احنا الحقيقه بنبعت كل الترانسكريبتس للجامعات الدوليه وهم اللي بيعملوا القرار الاخير عن القبول. تمام. طيب بس ما بتسال هل الدراسه بتبقى 5 ولا 6 ايام وشهاده الانجليش اللي هم بيحصلوا عليها ثرو سوفت سكيلز والانجليش تبع لايه؟ الدراسه 5 ايام في الاسبوع، يعني اوقات بنحتاج يوم السبت لحاجات معينه زي امتحانات او حاجات زي كده،
والشهادات انا قلت شهاده من بيرلتس، فدي شهاده بيرلتس، وشهاده ديف كارنيجي بالنسبه للمهارات. طيب وايه الكورسات اللي بيقدمها الديجيتال ارتس والاي اي؟ يعني الاي اي ده موضوع والديجيتال ارتس ده موضوع. فبالنسبه للاي اي هو اي اي اند داتا ساينس وليس اي اي لوحده، تمام. وبالتالي هنلاقي في الاي اي اند داتا ساينس كورسز عن ماشين ليرنينج، ديب ليرنينج، جزء بيج داتا، جزء داتا اناليتكس، وهذه التفاصيل موجوده على الويب سايت. ديجيتال ارتس ده يعني دايركشن تاني خالص، تمام. برضو كل الكورسز بتاعته موجوده على الويب سايت، حضرتك تقدر تشوفيها. وبعدين هي كورسز ضمن الكورسات بتاعه الجامعه، يعني احنا ما فيش حاجه بتتفصل لينا. احنا مثلا عندنا مع يونيفرسيتي في اطوه، فمن الكورس كاتالوج بتاعهم تم اختيار الستادي بلان اللي احنا هنمشي عليها، واكوردنجلي هي دي اللي احنا شغالين عليها. مثلا مع ديجيتال ارتس في عندنا حاليا في اتفاق مع مثلا جامعه في ايرلندا، ديجيتال كورك، دي عندهم ايضا ديجيتال ارتس تراك نقدر نبص عليه، بحيث ان احنا نشوف ايه الكورسز. بيحصل طبعا الفرق انه لو انا في الجامعه دايركت بيبقى عندي possibility في الالكتيفز ان انا اخد اختار كورسز. طبعا احنا هنا صعب جدا ان احنا نخلي في possibility للاختيارات. ليه؟ لان هناك لما حضرتك تختار كورس وتسقط فيه مثلا او كده، ماشي هتاخده بقى في السنه اللي بعدها وكلام. ما احنا ما عندناش هذا اللكشري، يعني احنا كلنا هندخل نفس الكورسز وكلنا ان شاء الله هنعدي فيها كلها باذن الله وناخد الدرجه ويبقى تمام. ما فيش عندنا يعني حاجه اسمها ان انا باخد كورس وصاحبي بياخد كورس تاني وده بياخد كورس، ما فيش الكتيفز. هي بنختارها من الالكتيفز، انما هي مش اوبشنال ما بين كل فرد وايه كل طالب والاخر. طيب اكرم انت بيسال حضرتك، هو كان خريج علوم قسم كيمياء وعاوز يدرس ديجيتال ارت، مفيش استثناء؟ هو اجين انا بس عايزاكم تفهموا دي كويس جدا. المبادره مجرد شانل لتوصيل الطلبه من مصر الى الجامعه الدوليه. معايير القبول هي معايير الجامعه اللي بره. انا بس كل اللي بحاول اعمله من الاول ان انا ابقى متاكده ان المعايير دي احنا عارفينها، وبالتالي على اساسها بنختار الطالب. ف للاسف الشديد يعني بالنسبه لهم يعني مش هينفع قسم كده. نوران من جامعة اسكندرية بتسأل، هل شهادة اللغة الإنجليزية دي لازم ولا ممكن يعني يبقى في طريقة ثانية للحصول على الإنجليزي؟ بالنسبة لي تاني اسكندرية، ما أعرفش كلية إيه اللي بتسأل، إنما إحنا بالنسبة للهندسة وكمبيوتر ساينس الدراسة باللغة الإنجليزية، فبالتالي ما فيش مشكلة. لو إحنا اقتصاد أو تجارة أو كده ومش باللغة الإنجليزية، الترانسكريبت بتاعنا ما فيش فيه إن الانستراكشن لانجوج إز إن إنجلش، يبقى في الحالة دي لازم نمتحن تويفل أو آيلتس، وده لازم يتم قبل إن إحنا تو جوين الدراسة بتاعة الجامعة. عندنا الثلاث شهور الأولانيين مع طبعا اللي هناخده من بيرلتس هيساعدنا إن إحنا نمتحن وإن شاء الله يعني نعدي بإذن الله. محمد عبد الناصر بيسأل حضرتك، هو واخد بكالوريوس حاسبات من بره، يعني معاه بكالوريوس بشهادة أجنبية، ممكن يقدم في المنحة؟ قدم مفيش مشكلة. طيب بسمة بتقول إنها حصلت في 2019 على MBA، ينفع تقدم ولا؟ إحنا يهمنا ما هو قبل الـ MBA، مش عارف إيه عندك قبل الـ MBA. يعني أجان الجامعة بره اللي قدامها هي الترانسكريبت نفسه، يعني اللي يهمنا الترانسكريبت بتاع الطالب شهاده تخرجه. طيب ياسمين بتسال، هو الاي بيحتاج كام درجه يعني، او يعني ايه البوسيبلتي ان هم ياخدوه؟ الايلتس
هو في الايلتس اللي هو الاي بي تي اللي هو ده، بالنسبة لو خدتي 7 في كله يبقى تمام، يعني ليس عليك حرج يعني اساسا. لو سامتايمز مثلا بيقول لك 6.5 في حاجات وكده، تحس ان الافريج يبقى 7 which is fine يعني. في ام اي مش لازم تنزلي عن 6 في اي منهم، لكن التوتال بتاعك في كلهم يبقى 7. طيب هدير محمد بتسأل حضرتك ايه الادفانتج بتاعت الماستر المهني، وهل تقدر توثقها من الخارجية؟ وثقها من الخارجية طبعا، ما فيش فيها مشكلة. مشكلة الماجستير المهني، بس عشان نبقى واضحين في هذه النقطة، انه الماجستير المهني ما اقدرش اكمل عليه دكتوراه، بس ده بروفيشنال ماستر وما هواش ماستر اوف ساينس، وبالتالي ما اقدرش ان انا يعني اكمل دكتوراه بعديه. طيب جانا السؤال ده من كذا حد، هما يخلصوا الجيش في شهر 11 الجاي، فهل هما يقدروا يقدموا في المنحة لحد ما الجيش بتاعهم يخلص ولا ممكن نقدم إفادة بأن احنا هنخلص الجيش في شهر 11 أو كده ونقدم. معلش دكتور أحمد فرج، ممكن ترد على السؤال الخاص بالجيش ده؟ دكتور أحمد فرج المدير التنفيذي للمبادرة معانا، اتفضل دكتور. تمام، شكرا لحضرتك يا دكتورة. طبعا ممكن يقدم ويخلص كل اوراقه، سواء مش الترانسكريبت بتاع الجامعه اللي متخرج منها باللغه الانجليزيه وكل متطلبات التقدم، وبيقدم بس تعهد ان هو هينهي اجراءات القوات المسلحه وتاديه الخدمه العسكريه. هياخد مثلا الشهاده في منتصف ديسمبر، اللي هو خلص شهر 11، يعني معناها الشهاده هتبقى في ايده في منتصف ديسمبر تقريبا، وممكن ساعتها يلتحق معانا الدفعة اللي هتلتحق بالمبادرة، مش دفعة شهر أكتوبر، بالدفعة اللي هتلتحق بالمبادرة في يناير إن شاء الله. شكرا يا دكتور. شكرا. طيب ريوان بتسأل حضرتك، يعني اللي هي فهمتهم كما حضرتك قلتي إن هي ممكن تتقبل في المبادرة، وأول 3 شهور هتدرس إنجلش وتذاكر وتمتحن عادي، مفيش مشكلة. بالظبط، يعني لأنه في الغالب يعني لو طبعا هي الانجليزي بتاعها كويس يبقى ممكن تمتحن دلوقتي وخلاص، يبقى ده احسن يعني. انما لو ما كانش، يبقى في الحاله دي احنا عندنا من هنا لغايه وقت التقديم، يعني مثلا في اكتوبر نوفمبر، تقدر انها تكمل موضوع الامتحان. طيب اسراء بتسال حضرتك، الدراسه الفعليه بتبدا من اكتوبر ولا من يناير؟ الدراسة الفعلية هتعتمد على الجامعة اللي هي هتقدم فيها، يعني الجامعة اللي هتتقبل فيها. لو الجامعة مثلا في يناير، يبقى في الحالة دي احنا محتاجين 3 أشهر قبلها اللي هي هناخد فيها الانجليزي والمهارات وكده، ففي الحالة دي يبقى اكتوبر نوفمبر ديسمبر، يبقى هنبتدي في اكتوبر. لو الجامعة في فبراير يبقى ممكن نبتدي في نوفمبر، لو الجامعة في مارس يبقى احنا ممكن نبتدي في ديسمبر، على حسب الجامعه اللي حضراتكم هتلتحقوا بيها. علاء احمد بتسال حضرتك، هو الجامعه اللي بتقدم الاي اي تراك ايه هي، وهل الماستر ده بتقدر تكمل عليه دكتوراه بعد كده ولا اي ماستر عندنا هو بروفيشنال ماستر وليس بعديه دكتوراه. الجامعه بتاعه الاي اي اند داتا ساينس، ليه خريجي هندسه وعلوم الحاسب كمبيوتر ساينس وكده، او علوم قسم حاسب الي، هي اما يونيفرسيتي اوف اوتوا اما يونيفرسيتي اوف كوينز يونيفرسيتي، الاثنين في كندا. اوتوا اوريدي احنا شغالين معاهم، كوينز هتاخد اول كوهورت ان شاء الله السمستر اللي جاي. طيب احمد بيسال حضرتك، هل المبادره تنفع على هندسه بترول لخريج هندسه بترول ولا لا؟ في اي مسار يعني حضرتك في فيما يخص الاي اي اند داتا ساينس، وفيما يخص ال اي او تي اند روبوتكس والسايبر سيكيورتي، اكيد ما ينفعش. لكن لو قلت بزنس اناليتكس، ده فاليو ادد، انت خريج هندسه برضه تقدر انك انت تقدم في البزنس اناليتكس، فممكن تقدم في مسار البزنس اناليتكس. مشكلتها انك هتاخد شويه حاجات بزنس مع داتا ساينس، يعني البزنس اناليتكس دوت بزنس واناليتكس، فحته داتا ساينس وحته بزنس، هتاخد مثلا كوربريت فاينانس، يعني مش ام بي اي نو، بس هي داتا ساينس اساسا
بالاضافه الى ايه؟ بالاضافه الى بعض المواد الخاصه بالبيزنس. عبد الله بيسال حضرتك، هو قدم بالفعل امتى هيعرف اذا كان اتقبل ولا لا؟ اول ما نقفل باب التقديم اوكي هنبعت لحضرتك علشان تستكمل بقيه يعني الاجراءات الامتحانات وكل الكلام ده. هل انت بتسال بعد الامتحانات وبعد كده؟ يعني انت هيجي لك القبول على كذا مره، اول حاجه انك انت استوفيت جميع الشروط والامتحان بتاعك امتى والمقابله بتاعتك امتى. بعد بقى ما تمتحن وتعمل الانترفيو هيجي لك مره ثانيه انه انت ايه كده اكسبتد بعد ما نستوي في جميع الموافقات الاخرى. اسراء بتسال هي عايز تدخل تراك سايبر سكيورتي بس هي خريجه هندسه ميكانيكي بس اخذ كورس في الانتربرينور في السكيورتي يعني من امازون ومعاه في حاجات في مايكروسوفت كلاود، فممكن تقدم ولا سايبر سكيورتي وهي خريجه هندسه ميكانيكي؟ اسراء دكتورة ياسمين تقدري تفيدينا في هذا الموضوع إذا كنت معانا؟ أو دكتورة ميادة؟ السلام عليكم. لا، هندسة ميكانيكا هيبقى غالبا الريكويرمنتس بتاعت الكورس زي ما دكتور هدى وضحت إن إحنا عندنا ريكويرمنتس لكل تراك، هيبقى المواد اللي هي درستها ناقصها مجموعة مواد عشان تقبل في تراك السايبر سيكيورتي، بس هي تقدر تقدم في تراك الروبوتكس. ده التراك اللي هيبقى مفتوح بالنسبه لها، لكن السايبر سيكيورتي لا، هيبقى فيه كورس ناقص. تمام. طيب هي برضو اسراء بتسال هل في جوب فير في اخر المنحه بس نقدر نشتغل؟ جوب فير هم اساسا الشركات معانا من اول المنحه وشايفيننا وعارفيننا كلهم يعني، ف يعني ممكن نعمل جوب فير، ممكن هنعمله في الجراديويشن سيرموني فيها هتعرضوا المشاريع بتاعتكم وبالتالي الشركات هتكون مدعوة وتشوفكم مش تحت الامبريلا بتاع جوب فير بس تحت الامبريلا بتاعة الجراديويشن سيرموني ان شاء الله. آية الأميرة هي خريجة بتقدير جيد بس معاها خبرة كبيرة في التراك، هل ده ممكن يفيدها انها تقدم خبرتها وتدخل؟ ممكن تقدمي معانا ك ايه بقى انما زي ما قلت لحضراتكم وهعيد مرة تانية، شروط القبول هي شروط موجودة على الويب سايتس بتاع جميع الجامعات وإحنا يعني بنلتزم بهذه الشروط، مش إحنا لينا شروط، يعني مش المبادرة اللي بتحط الشروط، الشروط هي شروط الجامعة نفسها اللي معلنة على الويب سايت بتاع أي جامعة، فجيد هيبقى صعب. الناس عارفين بتسال هل الدراسه صعبه قوي وتحتاج خبره عاليه يعني عندها من الاول الباك جراوند ولا ممكن الدراسه محتاجه التفرغ والالتزام والاتقان والجديه والديفوشن، انما خبره يعني لا، يعني حضراتكم بقى امتيازه جيد جدا وخبرتكم بتعتمد على ايه المواد اللي انتوا درستوها في الجامعة أساساً مع الثلاث شهور اللي احنا بنعتبرها يعني تأسيسي أكتر منها ثلاث شهور كده يعني، فدول بيخلونا ندخل مع الجامعة وإحنا على أرض صلبة. شيماء مختار بتسأل حضرتك هي في خريجة كلية العلوم قسم علوم حاسب، ينفع تقدم AI أو Data Science ولا في تراكس تانية ممكن تقدم فيها؟ ممكن تقدم Business Analytics. روان بتسأل حضرتك هي الجامعة بتقبل الورق الأول ولا بنكمل المراحل اللي بعدها والانترفيو بعد كده الورق بيتقبل في الجامعة؟ لا، احنا الأول في عندنا قبول محلي داخلي تمام، وده بيتم من خلال المبادرة، وفي بيحصل الامتحانات والمقابلات وتقديم الأوراق واستيفاء كل الأوراق. بعد ده بنبعت للجامعة ترانسكريبتس بتاعتكم وبيحصل قبول في الجامعة، ولو حصل القبول من الجامعة يبقى حضرتك تم قبولك في المنحة وتدخلي المنحة عادي، فبيحصل القبول على مرتين أو مرحلتين. طيب ايه المواد اللي بتكون مطلوبة دي روان أسامة لقبول السايبر سيكيورتي؟
يعني لازم تكون درست ايه؟ يعني حضرتك تكوني خريج هندسة أو كمبيوتر ساينس قسم إلكترونيكس أند كوميونيكيشن أو قسم كمبيوتر إنجينيرينج أو كلية كمبيوتر ساينس أو كلية علوم قسم حاسب آلي. طيب في ناس بتقدم بتآية طبعا معهاش لسه انها درست انجلش يعني شهادة، فلما بتيجي تقدم فبيقول لها سيرتيفيكيشن نيم عند الجزء بتاع الانجلش، فهي تعمل ايه؟ المفروض تحط سكور ايه؟ دكتورة ميادة، في الجزء بتاع الانجليش على الابليكيشن يا جماعة هو اوبشنال مش مانداتوري، فهو فعليا انت ممكن تسكيب الجزء ده في ان انت تدخل شهادة اجابة اللغة الانجليزية وتكمل بقية الابليكيشن الاخر، بس لو انت فتحت تاب بتاعت الانجليش هتلاقيها مانداتوري عشان لو دخلت حاجة تكملها، بس انت يو كان سكيب التاب دي كلها خالص وتكمل تسليم بقية الحاجات خالص من غير ما تدخل اي داتا. معلش عادي تاني الموضوع ده يا ميادة، لأن في أسئلة كتير في الجزئية دي. طيب وانا الابليكيشن الجزء بتاع البيزك انفورميشن متكون من 4 تابس، البيرسونال انفورميشن والاديوكيشن والتراكس والانجليش تيست. انت اهم حاجة انك تملى الثلاثة الاولانيين، البيزك انفورميشن او البيرسونال انفورميشن والاديوكيشن والتراكس، بس ما تدخلش جوه، يعني لو انت ما عندكش شهادة اجادة لغة انجليزية ما تدخلش جوه الانجليش تاب خالص، هي ستيل ده جزء مش مانداتوري، ده اوبشنال، يعني اف يو سكيب ات ممكن تكمل الابلكيشن بتاعتك للاخر، فما تفتحوهاش وما تكملوهاش لو انت ما عندكش شهادة اجادة اللغة الانجليزية. طب واللي هيفتحها؟ اللي هيفتحها لو دخل، ما هو اللي هيفتحها لازم لو قرر يدخل بيانات هيدخل ال3 بيانات اللي موجودين في التاب. لا يعني هو لو هل ممكن يفتح التاب ويطلع؟ عادي ما فيش مشكلة، بس وانس انه دخل اي فيلد لازم يكمل التالت، لكن هو ممكن ما يدخلش الثلاثة خالص. طب يا دكتور ميادة، بعد إذن عايز في السؤال ده، في حد باعت هو كان سألنا نفس السؤال من شوية، وباعت إن هو قدم وجاله رد ان هو مش هينفع يتقبل في المنحه عشان ما قدمش الشهاده اللي بالانجلش، هو دلوقتي يعمل ايه؟ يرفعها تاني على الموقع ولا يعمل ايه؟ المرحلة الحالية في التقديم، في المرحلة الحالية في التقديم لو أي طالب من الطلاب معاه شهادة باللغة العربية أو إفادة إنه اتخرج وفيها تقديره عشان تضمن إن هو خريج إحدى الجامعات المقبولة في المبادرة بالتقدير المقبول، يقدر يكمل الإجراءات للآخر ويسبميت الأبلكيشن بتاعته، بس هيبقى مطلوب منه ان هو يبعت كل الدوكيومنتس بتاعته بانجلش عشان يطلعها من الجامعه، بس فهو لو معايا شهاده تخرجه باللغه العربيه بيقول ان هو اتخرج من جامعه من الكليات المقبوله بالتقدير المقبول ممكن يكمل الابلكيشن للاخر، بس لازم يسبمت يعني يقدم في الجامعه الشهاده الانجليزي عشان هيبعتها تاني. معلش دكتوره ميادة، يعني انا اللي فهمته من دكتوره رشا هو بيقول انه جاله رفض، انا مستغربه ان هو جاله رفض، يعني احنا ما فيش اي قرار دلوقتي اتاخد في الوقت الحالي، فانا هستسمح حضرتك، معلش هقولها تاني، ابعت ايميل على admission@debi.gov.eg خلاص، وحط صوره الرفض اللي حضرتك بتقول انه جالك، لان انا يعني لا اظن ان هناك رفض بيتم ارساله خالص لسه دلوقتي. مره تانيه الميل admission@debi.gov.eg. دكتوره مياده ممكن تؤكدي على اللي انا بقوله؟ بالظبط، يعني ممكن تعمل فورورد للمسج اللي جات لك، على لو انت بتقول ان جالك ايميل رفض او حاجه اعمل فورورد ليها واكتب يعني اكتب الحاجه على الايميل بتاع admission@debi.gov.eg واحنا هنرد عليك ونبص على مياده. برضه في نفس النطاق هذا السؤال، في مين عاد بيسال ايه اخر ميعاد يقدر يقدم فيه ورق الانجليزي؟ هو المفروض يعني احنا التقديم هيقفل 15/9، هو المفروض لو هما بدأوا من دلوقتي يقدموا يعني يقدموا طلبات في الجامعات يقدروا على نص 9 يسلمونا يبعتوا الورق على الميل، يعني من نص 9 لأول 10 ماكسيمم يكون استكمل الأوراق الأساسية عشان نقدر نبعتها للجامعة. الأوراق الأساسية تشمل الترانسكريبت بتاعه باللغة الإنجليزية لكل المواد يعني كل سنين التخرج بتاعته، دي اهم دوكيمنت دلوقتي مع شهاده التخرج. شكرا يا دكتور. الدكتور رضا كمان عبد الرحمن سالنا في الاول خالص، هو جايب 2.9، فهو رجع تاني بيقول انا عبد الرحمن اللي سالت، هو خريج هندسه قسم اتصالات، وهو كده يبقى جايب جدا، اظن كده ان هو طبعا يقدم اذا الشهاده مكتوب فيها مكتوب جيد فيها جدا. جيد جدا، اوكي.
وطبعا التاني الرأي الأول والأخير بيكون للجامعة، لكن احنا بنحاول دلوقتي مع الجامعات ان احنا نقول لهم يعني طريقتنا في حساب الجي بي اي قد يكون مختلف عن طريقتهم، فاحنا الكونديشن بتاعنا فيري جود او اكسلنت، وبالتالي بنحاول مع الجامعه ان هي توافق على ده. طيب حاول، في حد بيقول ان هو قدم في مسار معين وممكن وعايز يختار واحد تاني، ممكن يغيره ولا خلاص؟ ممكن دكتور ميادة برضه. دكتور ميادة هل يقدر يغير في السبميت او ممكن يبعت ميل ولا ايه؟ لو عمل سبميشن خلاص بيبقى ما عندوش اوبشن يغير، بس يبعت ميل لادميشن يقول ان هو عايز يغير الترتيب، وبيتم فتح ليه الاكونت تاني عشان يقدر يغير ترتيب المسارات بتاعته. او يبعت ميل على ادميشن، لو هو كان عمل سبميت يبعت ميل على ادميشن يقول الريكوست بتاعه. شكرا. طيب هو دكتور واضح احنا معانا بالظبط 5 دقايق، فلو حضرتك تحبي تقول لنا حاجه في اخر الويبينار. اعتقد احنا خدنا معظم الاسئله اللي جات لنا طبعا، وفي اسئله ما شاء الله كتير بس هو الوقت ضيق، فلو حضرتك تحبي بقى تضيفي حاجه او اي انا انا بس هقول حاجه مهمه جدا، نحاول ان احنا نبعت اي استفسار على برضو الميل admission@delhi.gov.eg لو في حاجه سبيسيفيك، يعني لو احنا عندنا حاجه سبيسيفيك عشان ما يبقاش برضه ايميلز كتيره بتجينا وما نقدرش ان احنا نرد عليها، فلو في عندنا يعني كيس سبيسيفيك نبعت على admission@delhi.gov.eg. نحاول على قد ما نقدر ان احنا نبوش مع الكليات علشان الترانسكريبتس بتاعتنا نقدر نطلعها، ويا ريت بالانجلش لانجوج، يعني دي نقطه مهمه عشان ما اقعدش اطلع ترانسكريبت يطلع لي باللغه العربيه وارجع ابتدي بروسس من اول وجديد. تمام، احنا عايزين لازم الترانسكريبت تبقى بالانجلش، الجامعه بره مش هتفهم ترانسكريبت بالعربي، طبعا حضراتكم يعني شاطرين وفاهمين اللي انا بقوله، لكن انا هكرر مره ثانيه الترانسكريبت شيء اساسي يكون باللغه الانجليزيه. اللي يقدر من دلوقتي يبتدي بالنسبه للكليات اللي هي ليست باللغه الانجليزيه يبتدوا يعني يدرسوا بحيث ان هم يمتحنوا الايلتس او التويفل، يا ريت ان احنا نكسب وقت علشان نكون جاهزين في الوقت بتاعنا ان احنا نكون مستوفيين جميع الشروط، لان يعني الجامعه برضو مش هتوافق بدون الامتحان. في حاجه معلش اخد بس اخر سؤالين يعني شايفاهم كومن الناس كلها بتبعتها، في حد تخصص ميكاترونكس ينفع اي او تي اند روبوتكس؟ فنون رقميه ممكن طبعا. دي حاجة. تاني حاجة الناس كلها بتسأل على طبيعة الأسئلة التكنيكال اللي هيتسألوها لما يعملوا الانترفيوز، وإيه اللي المفروض يعملوه عشان يبدأوا يجهزوا نفسهم. يعني الامتحانات هي امتحانات كومن بيست على الباك جراوند بتاعنا من الكليات، ما هياش حاجة يعني غريبة، إنما ممكن برضو دكتورة ميادة إنك أنت تساعديهم بقى شوية. تمام، هو في التراكس بتاعت الاي اي، انا هتكلم على التراكس التكنيكال اللي بدانا فيها سواء اي اي او سايبر سيكيورتي او روبوتكس، تبقى مين لي الاسئله ليها علاقه بالفاندمنتالز اللي انتوا خدتوها في الجامعه، ليها علاقه بماثيماتكس سواء مثلا probability او ممكن يبقى ليها علاقه بالديتا ستراكشرز الداتا بيز، الحاجات الفاندمنتالز اللي انتوا درستوها بيساعد مجموعه اسئله تخصصيه في التراكس اللي انتوا داخلينها عشان نعرف بس المستوى او انتوا معرفتكم قد ايه، بس الاساسي بيبقى جزء ليه علاقه بالفاندمنتالز اللي انتوا درستوها في الجامعه، يعني احنا بس نشوف الليفل بتاعك زي ما دكتور هدى قالت، برضو بيبقى في امتحان الانجليش لتست المستوى بتاعكم عشان نعرف الليفل اللي انتوا هتدخلوا فيه. دكتور يعني في ضمن الاسئله دي، هل لو حد اترفض مره قبل كده ممكن يقدم تاني يمكن يتقبل؟ على حسب الرفض بتاعه، كان لو هو اترفض من جامعه يعني بعد التقديم للجامعه ممكن يقدم، ممكن يتبعت ولا اقول جامعه تانيه فلو هو اترفض هيعمل ابلكيشن وممكن نبعت، هيعمل ابلكيشن وممكن بعد كده نبعته ممكن لجامعه تانية غير الجامعه اللي تم ارسالها المره اللي فاتت. اظن يعني كده احنا حاولنا ان احنا نرد على كل الاستفسارات، انما ولا يهمكم احنا هنكون معاكم اسبوعيا في ويبينارز اخرى برضو، علشان اللي ما سمعناش النهارده يقدر ان هو يسمعنا في الويبينار اللي جاي، ونحاول ان احنا نرد برضو على اسئلتكم، بس يعني ايه نشد حيلنا كده كلنا علشان نقدر ان احنا توميت الديدلاينز بتاعتنا مع الجامعات الدوليه، لان هم برضو بيفتحوا الريجستريشنز في وقت وبيقفلوا في وقت محدد، وبالتالي
فبالتالي لازم نكون احنا مخلصين كل البروسيس عندنا قبل الوقت اللي هم طالبينه. هنعلن على الويبينار القادم اللي هو ان شاء الله هيبقى نيكست ويك لحضراتكم برضو على البيج بتاعتنا debi.gov.eg، هتلاقونا في الويب فيسبوك، موجودين ايضا على لينكدين، موجودين على الانستغرام. و اللي في حاجة تانية مش ما فهمهاش النهاردة ممكن ان هو برضو يرجع يسألها معانا في الويبينار القادم، او يبعت اي استفسار له على الايميل admission@debi.gov.eg. Thank you very much for your patience. Thank you very much for listening to us. وان شاء الله تكونوا معانا في مبادرة بنات مصر الرقمية. مع السلامة. Bye bye.